نوران شريف في تانيا اسباني، من الناس المشتركين في جريدة الكايرو. النهارده اول يوم للعدد الثاني بتاعنا، نزلنا رغم ان في امتحانات وكده علشان حابين ان احنا نكمل المشوار يعني وما نوقفش في الاول. العدد ده ان شاء الله فيه تجديد. غطينا، قدرنا ان احنا نغطي زيارة السيسي كاملة لاسبانيا، وقدرنا ان احنا نعمل حوار مع كايروكي. العدد نفسه من جوه فيه تطوير في الشكل وفي المحتوى. ما تفرحوش قوي، ان شاء الله برضه تخسروا مركز تاني. روح اقول حاجه يا موسى.